قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن السعودية شريك أمني مهم، وأن بلاده ستواصل الدفاع عنها ضد أي تهديد خارجي. وأضاف أنه أكد في أول مكالمة أجراها مع نظيره السعودي على إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن وتعزيز حقوق الإنسان. وتأتي المكالمة بعيد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب الدعم العسكري للعمليات التي تقودها السعودية في اليمن. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين في الأجواء اليمنية أطلقهما الحوثي نحو السعودية. وأوضح التحالف أن الطائرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأحياء المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. نتابع التقرير. جهود دبلوماسية غير مسبوقة واهتمام واضح من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، هذا ما يشهده ملف الأزمة اليمنية الذي يعاني منذ فترة من أخفاقات مستمرة في تحقيق أي تقدم فيه. ففي إطار حلحلة الأزمة اليمنية، حطت طائرة مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث في طهران في زيارة رسمية تستمر ليومين، يبحث فيها الرجل مع الإيرانيين سبل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. التحركات الأممية تأتي في الوقت الذي لا تزال أصداء القرار الأمريكي بوقف دعم العمليات العسكرية في اليمن تفرض نفسها على موائد النقاش السياسي، في ظل ما تحمله من رسائل ودلالات وما تنطوي عليه من احتمالية حدوث تغييرات حقيقية على خارطة الصراع في البلاد. القرار الأمريكي تزامن مع تعيين مبعوث أمريكي خاص إلى اليمن، الأمر الذي رفع منسوب التفاؤل لدى البعض بشأن وجود نوايا أمريكية جادة في إنهاء حالة الحرب ووضع حد للكوارث الإنسانية التي يتعرض لها اليمن منذ سنوات خلفت وراءها عشرات الآلاف من القتلى ومئات الأضعاف من المشردين واللاجئين. أتمنى أن يكون تعيين مبعوث جديد إلى اليمن يسهم في فتح آفاق جديدة للحوار مع الإدارة الأمريكية للخروج من هذه الحالة التي تعيشها البلاد. ففي الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن دعم الرياض في مواجهة أي اعتداءات من جانب الحوثيين، تشير في الوقت ذاته إلى نيتها برفع الحوثيين من قوائم الإرهاب، في تأكيد لدبلوماسية مسك العصا من المنتصف التي تنتهجها إدارة بايدن في مغازلة كل أطراف النزاع في اليمن، بما يحفظ التوازن في المشهد وتجنب ردود أفعال تعقد الأزمة في البلد الذي يواجه أشرس الكوارث الإنسانية في العالم. ويرى مراقبون أن القرارات الأمريكية بشأن اليمن تسعى واشنطن من خلالها إلى إحياء دورها المفقود يمنيا منذ سنوات وتخفيف الضغوط الممارسة على الإدارة الأمريكية بسبب دعم القتال الذي أوصل اليمن إلى هذه الحالة المزرية إنسانيا، هذا بجانب أنه التزام بالتعهدات التي قطعها بايدن على نفسه خلال حملته الانتخابية. This war has to end. And to underscore our commitment, we are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen, including. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن السيد أحمد المؤيد الكاتب والباحث اليمني، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من اسطنبول السيد ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي. أرحب بكما. لو بدأت معك سيد أحمد المؤيد، أول مكالمة كانت لوزير الخارجية الأمريكي هي مع نظيره السعودي حول اليمن، ما دلالة ذلك برأيك؟ نعم، تحية لك وللضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذه المكالمة تصب في نفس السياق الذي نعرفه عن علاقة الإدارة الأمريكية بالنظام السعودي. هذه العلاقة مستمرة منذ 80 عاما، ولا يتوقع أحد اليوم أن هذه العلاقة يعني ستتغير أو ستتوقف الإدارة الأمريكية عن الحفاظ على أمن النظام السعودي أو دعمه في كل خياراته. هناك تغيير طبعا في الاستراتيجية في المسميات، ولكن الهدف سيبقى هو ثابتا. يعني ما نعرفه حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب وحالة صراع مع هذه المنطقة منذ أكثر من 40 عاما، ربما تستخدم الإعلام لكي تجمل بعض أفعالها، ولكنها تقتنص الدول العربية دولة بعد دولة، لديها وكلاء في المنطقة يقومون أحيانا بدور القفازات في تنفيذ مشروع أمريكا في المنطقة،
وهذا ما يحصل. فوجئوا بصمود الشعب اليمني لمدة 6 سنوات. انهار المشروع الذي كانت تريد أمريكا أن تطبقه، يعني عن طريق السعودية، عن طريق زرع حكومة عميلة لها، وبالتالي يعني يكون سهلا أن تمرر الأجندة الصهيونية التطبيعية. يعني هناك مشروع كبير أمريكي طيب. صهيوني في المنطقة، الكل يعلم. طيب اليوم الأمريكان توقفوا عن دعم العمليات الهجومية، وهنا مربط الفرس، يعني أن العمليات الدفاعية التي ستقوم بها السعودية نتيجة عدوانها على اليمن، يعني هي ستبقى معتدية على اليمن، إذا رد اليمنيون ستكون السعودية حاليا في حالة دفاع. شوف كيف تغير الموضوع. إذن سيبقى كما هو عليه، ولا أعتقد أن هناك بوادر حل في الأفق. طيب. سيد ياسين تميمي، يعني مع كل هذه القرارات التي اتخذها بايدن والتي تعتبر بشكل أو بآخر هي لصالح الحوثي في اليمن ولصالح إيران أيضا، سواء في الملف النووي أو في موضوع اليمن ووقف الدعم عن السعودية ورفع الحوثي عن قوائم الإرهاب، ومع ذلك ما زال الحديث كما سمعت عن أنه يعني المؤامرة الأمريكية مع السعودية على اليمن وعلى إيران وما إلى ذلك. كيف نفهم هذا الموقف؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. طبعا الرئيس الامريكي كان واضحا في تعيين علاقه بلاده مع المملكه العربيه السعوديه، المملكه لا تزال حليفه بالنسبه له وفقا للمصالح الامريكيه لا شك، لكنه اتخذ قرارات تزعج السعوديه وتؤذيها، خصوصا انه عامل على تقويض كل القرارات والسياسات التي استبناها سلفه ترامب، والتي كان من بينها تصنيف الحوثيين منظمه ارهابيه دولية، وهذا في الحقيقة حتى يسيء أو إلى المعايير الأمريكية نفسها ويدفع إلى التشكيك في مصداقية هذه المعايير، وأن الولايات المتحدة بالفعل تستخدم هذا التصنيف وهذا السلاح تحديدا لأغراض سياسية في المقام الأول، لأن الجميع يعني يدرك أن جماعة الحوثي هي جماعة إرهابية استولت على سوق قوة السلاح وأغرقت البلد في حرب أهلية واسعة النطاق واستدعت التدخل العسكري الخارجي، وهي اليوم تعمق الفشل السياسي على الساحة اليمنية وتحول دون توافق الأطراف على حل سياسي يخرج البلاد من أزمتها. لكن هذا لا يعني أن هناك تلاقي في المصالح بين الطيف الواسع من الشعب اليمني وهذا التحالف الذي دخل عسكريا على الساحة اليمنية، لأن هذا التحالف في عهد ترامب قام بطريقته بالعبث على الساحة اليمنية وحول تدخله من دعم السلطة الشرعية إلى استهداف هذه السلطة الشرعية. هذا لا يعني أن الحوثيين يقومون بمهمة نبيلة وأنهم يدافعون عن الوطن، هم مجموعة إرهابية مسلحة وهم الذين تسببوا أصلا في إسقاط النظام الانتقالي وإفشال عمليات التغيير وإجهاض أحلام اليمنيين في التغيير والوصول إلى مرحلة الاستقرار والانتهاز والديمقراطية. الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي يبدو أنه يحاول تقويض التركة السيئة التي خلفها ترامب على مستوى سياساته مع بلدان الخليج والسعودية، يريد ربما يستعيد نوع من المعيارية الأخلاقية والسياسية أو الدبلوماسية في التعامل مع شركائه أو حلفاء بلاده في الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يأتي من خلال تقوية فرص الإرهابيين والمتطرفين والقتلة كجماعة الحوثي للأسف الشديد. هناك تآمر تشترك فيه حتى المنظمات الدولية التي استمرأت العمل في ظل وجود الحوثي في صنعاء، المساعدات التي تحصل عليها منظمات الدولة من المجتمع الدولي للأسف الشديد دخلت مرحلة التربح، ولهذا اليوم يرهنون شعبا بكامله بأيدي ميليشيا ويقنعون المجتمع الدولي بأن تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية يمكن أن يؤثر على العمليات الإنسانية والإغاثية، وهذا عمل مرفوض وغير مقبول. طيب سيد أحمد المؤيد، الحوثيون رحبوا بقرار إدارة بايدن برفعهم من قائمة الإرهاب، ما هي الخطوة بالمقابل؟ ما الذي سيقدمونه بالمقابل؟ من المفترض أن يقدمونه بالمقابل؟ بالبداية دعني أعلق على مسألة التصنيف. يعني الأمريكان ليسوا هم من يمتلك معايير التصنيف، الأمريكان دولة هي من ضربت المدنيين بالنووي، هي من دمرت الدول، هي من تتحالف مع نظام يدرس الفكر الوهابي في مدارسه ومساجده ويؤلف رسائل الماجستير والدكتوراه
في جامعاته كل يوم هو النظام السعودي. هذا الفكر الوهابي طبعا هو الجذر الايديولوجي لكل حركات الارهاب في العالم، من بوكو حرام الى داعش الى ايسس الى انصار الشريعه على كل شيء. حزب الاصلاح طبعا يؤمن بهذه العقيده بنفس الفكر، ولذلك لا يوجد بينه غضاضه هو وداعش والقاعده. عندما هربوا من يكلا وقيفه بعد ان دحرهم الجيش اليمني واللجان الشعبيه، ارتموا في حضن حزب الاصلاح في مأرب ولم يتقاتلوا بينهم، بل اصبحوا في خندق واحد وهم يقاتلون العالم كله، وخصوصا يوم 25/1 وجه صفعة واضحة للسعودية ولحلفائها وعلى رأسهم حزب الإصلاح، ليقول لهم لسنا من نحن من تضحكوا علينا، نحن نعلم أنكم تؤمنون بنفس الفكر الوهابي وكلكم متحالفون مع داعش والقاعدة في اليمن وتسمونهم قوات الشرعية زورا وبهتانا، يدعمهم الطيران السعودي منذ 6 سنوات فشلوا لأنهم يواجهون شعبا كاملا. وبالتالي هذا التصنيف الذي أو التراجع الأمريكي عن هذا التصنيف هو تراجع أساسا عن غلطة كانت ترتكب بحق الشعب اليمني. ليست أمريكا من تمتلك حق التصنيف هذا أولا، وثانيا ليس منة ولا فضلا أنهم كانوا يريدوا أن يصنفوا ثم عدلوا عن ذلك. اليوم المسألة مربوطة بأن توقف أمريكا دعمها المباشر لهذا العدوان الذي أعلن من أمريكا، أن ترفع الحصار، أن توقف دعمها للميليشيات المتطرفة ومن ضمنها حزب الإصلاح والقاعدة وداعش الذين يسندهم الطيران السعودي يوميا، وصور الفيديوهات وأفلام البي بي سي تحديدا موجودة وقد وثقت ونشرت. بالتالي المغالطة أصبحت فاشلة، ودليل فشلها أنها استمرت 6 سنوات وهم الآن مهزومون على البر، مهزومون في السياسة، لم يستطيعوا أن يحققوا أي شيء إلا هذه الإسطوانة المشروخة التي ثبت فشلها منذ 6 سنوات. اليوم الإجراءات العملية ووثيقة الحل الشامل التي قدمتها الجمهورية اليمنية أمام السعوديين هي الحل الوحيد الذي ممكن من خلاله أن يكون هناك جوار يعني بحسن نية ما بين السعودية وما بين الجمهورية اليمنية. طيب طالما سيد أحمد في مغامراتها سيد أحمد طالما ترفض أن الولايات المتحدة تصنف الحوثي أو لا تصنفه، فليس لديك الحق بأن تصنف الإصلاح ضمن بوتقة داعش أو لا. على كل حال سيد ياسين تميمي سأدع لك سأدع لك مجال للرد. سيد ياسين التميمي يعني إذن إيران أو الولايات المتحدة ليس لها الحق في هذا التصنيف أصلا، وهي تراجعت عن خطأ ارتكبته، ومع ذلك اليوم الحوثي يصعد أمام هذا التراجع الأمريكي إذا صح التعبير، ويستهدف السعودية اليوم ثاني طائرة مفخخة حوثية يسقطها التحالف السعودي الإماراتي. كيف نفهم هذا يعني التراجع الأمريكي والتصعيد الحوثي بالمقابل؟ طبعا انا مش وارد المساجله فيما يتعلق بالحوثيين والاصلاح، لكن اعلم ان بلدنا خسر الكثير، خسر دولته، انجرى الى حرب قادمه بسبب دعوى ان الاصلاح مرتبط بالارهاب، وكان هذا اتفاق توصل اليه اعداء الحريه والديمقراطيه ومن ضمنهم الحوثي الذي قبل بان يكون اداه مع بيد السعوديه والامارات عام 2011 وصولا الى 2014، وكان شريك في الانقلاب والثوره المضاده في ربيع اليمن، ولكنهم اختلفوا في منتصف الطريق عندما الحوثي ذهب ومال نحو المشروع الايراني والتموضع في الجبهه الايرانيه، ما استدعى تدخلا عسكريا لانهاء هذا الخطا. فانا اتعامل مع الحوثيين والسعوديه والامارات على انهم اعداء ليس فقط اليمن، وانما اعداء للانسانيه والسياسه والديمقراطيه، ونقيض اخلاقي للشعب اليمني الذي يقدم تضحيات كبيره. اليوم عندما الولايات المتحده ترفع الحوثيين من قائمه الارهاب، رد الفعل المباشر كان اصدار او اطلاق صواريخ باليستيه على احياء سكنيه في مدينه مأرب. اريد ان اسال احمد المؤيد، ما الاهداف السياسيه والاستراتيجيه من وراء ارعاب سكان مدنيين اصلا وجدوا في مأرب هربا من العمليات الارهابيه التي قامت بها الميليشيا في صنعاء وفي المدن الرئيسيه في البلاد؟ هم لاذوا بحثا عن الامان، ولكن الصواريخ التي تصلهم من ايران اليوم تدق الاحياء في مدينه مأرب. لو كان هذه المنظمه او الارهابيه تمثل مشروعا سياسيا لما لجأت الى هذه الوسيله، لكن لا شك ان الحوثيين اليوم يتموضعون في هذا الجبهه كمنظمه ارهابيه محليه تؤذي اليمنيين بدعم امريكي، وهم كانوا كذلك، وذراع الناعم للحوثيين يعمل في الولايات المتحده الامريكيه ووفر لهم غطاء كامل، وكان الهدف منذ عهد اوباما اداره اوباما على ان ايران تتمكن في المنطقه باعتبارها راس المنظومه الشيعيه التي ينبغي ان تواجه ما يسمى الادعاءات الكاذبه عن وجود ارهاب سني.
كان هناك إرادة لكي تفوض إيران ومنظومتها الشيعية المتطرفة لقمع الغالبية العظمى من المسلمين على يعني على خلفية مستغلين الفوارق العقائدية والتضاد العقائدي. للأسف الشديد هذه اللعبة اليوم تدفع المنطقة بكاملها ثمنها، وتدفع السعودية والإمارات الذين تبنوا منهجا عدائيا ضد أطراف سياسية ومعسكر الشرعية بشكل عام اليوم الثمن الباهظ لا يدفعه الشعب اليمني فقط، وإنما تدفعه هذه الشعوب وتدفعه هذه الدول، ولا شك أنها ستخسر كثيرا إذا ما استمرت في نهجها الكارثي في التعاطي مع ملف الحرب والأزمة اليمنية على هذا النحو. شكرا لك سيد ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول، كما أشكر سيد أحمد المؤيد الكاتب والباحث اليمني كان معي عبر سكايب من لندن.